137 لجنة فرعية موزعة بمقر السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم. ومنذ 9 صباحا بتوقيت هذه الدول بدأ مصري الخارج في التوافد للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم من بين مرشحين 4 يتنافسون للفوز في الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ تعداد المصريين في مختلف دول العالم نحو 14 مليونا. ولأن غالبية المصريين المقيمين في الخارج يتركزون في دول الخليج العربي، فشهدت اللجان المخصصة للتصويت بهذه الدول إقبالا ملحوظا من أبناء الجاليات المصرية بها. ففي المملكة العربية السعودية التي يوجد بها جالية كبيرة للمصريين تمثل كافة شرائح المجتمع المصري، بدأت السفارة المصرية في الرياض في استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم وفقا للقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كذلك استقبلت القنصلية العامة في جدة المصريين الذين احتشدوا باللجان للمشاركة. وفي أجواء احتفالية توافد المصريون على السفارة المصرية لدى دولة الكويت لاختيار الرئيس القادم للبلاد. أعداد كبيرة من المصريين بالإمارات توافدوا على اللجان الانتخابية في اللجنة التي تم تخصيصها للتصويت بمقر السفارة المصرية بأبوظبي، فاصطف المصريون في طوابير أمام اللجنة حرصا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية. علم مصر زين مقر اللجنة الانتخابية، وحرص الناخبون على رفعه أثناء وجودهم في مقر السفارة. الإقبال نفسه من قبل الناخبين شهده مقر القنصلية المصرية بدبي، حيث توافد أعداد كبيرة على القنصلية رغبة في المشاركة في اختيار الرئيس القادم لمصر، في مظهر يعكس حجم الديمقراطية في مصر وحرص أبنائها على تحقيق استقرارها واستمرار عملية تنميتها المستدامة. وفي المنام توافد أبناء الجالية المصرية بالبحرين على السفارة المصرية مع فتح باب التصويت لانتخابات الخارج، فمع الساعات الأولى لبدء عملية التصويت شهد مقر السفارة إقبالا كبيرا من الناخبين الراغبين في المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية. وعلى أماكن الاقتراع التي تم تخصيصها بسفارة مصر في لبنان توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وللإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية توافد أعضاء الجالية المصرية المقيمون في الجزائر على مقر السفارة بالعاصمة. منذ بداية عملية التصويت في الصباح شهدت اللجان إقبالا متزايدا من الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. من جانبهم ولتسهيل عملية التصويت حرصت طواقم السفارات والبعثات المصرية في الخارج على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة. على مدار 3 أيام تنتهي يوم الأحد يستمر إدلاء أبناء الجاليات المصرية بالخارج بأصواتهم، حيث يكون تصويتهم عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ثم وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك. حق أصيل كفله الدستور المصري للمواطن، المشاركة في التصويت ممارسته واجب وطني ليس فقط للتعبير عن الرأي ولكن للمشاركة في تشكيل مستقبل الوطن. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.